السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة مع المش جيمر عبد اللطيف. وفي الحلقة دي خلونا نلعب بقى ونرجع نكمل مودرن وورفير 2، اللعبة اللي بدأناها في الحلقات اللي فاتت ولسه مكملينها. أظن المهمة الجاية دي هتكون في أفغانستان، فخلينا نلعب المهمة اللي جاية، ولكن طبعا بعد الانترو. فتأكد إنك عامل لايك مشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقة الجاية أول بأول، وخلينا نكمل اللعبة الجاية. عادي عادي، وانت سألت كتير. ايه ده؟ رايحين فين؟ كوسوفو. رايحين فين؟ في موسكو؟ احنا لسه في موسكو؟ حلو، ماشي، انا موافق عادي. يلا بقى. ده المهمة دي. Remember no rush. اوكي، يا لهوي. انا بيضربوني انا ليه؟ طيب ماشي، ما انا عشان اصلا فيلم بالنسبة لهم يعني. ماشي، اوكي عادي. الناس دي ايه؟ طيب الناس دي ايه؟ هو دول هيتقتلوا برضو؟ انا سايبينهم ليه دول؟ لازم افولو ماكروف ده. انا مش عايز اشارك في حاجة زي كده، بس يلا بقى، هي جت كده معايا يعني. وين كان؟ ماشي، السلاح التاني ايه؟ حلو ده برضو. نيت الناس أبرياء، صح؟ طيب خلاص كده بقى. بص، بمكتبة عامة، يلا. يلا يا اسطى مكروف. يا اسطى الهدوء اللي انت ماشي فيه ده. يس، ايه بقى؟ تبعنا فيكتور ده؟ ماشي تبعنا. الهوا يا جدعان، برجر كينج بقى اسمه برجر تاون. طبعا هيجي لي واحد عايش في موسكو ويقول لي ايه؟ لا ده اسمها كده هنا. يلا يا جماعة، اوكي مش عايز انا السلاح اللي على الارض. خيرا هجري، ما برحمهم بس. يعني ده قتل رحيم. احنا في مطار ولا احنا فين؟ تقريبا في مطار. اوكي احنا هنعمل ايه اصلا يا جماعة؟ just don't understand.
What are we gonna do؟ احنا هنسرق طيارة؟ أسرع. يا لهوي يا جدعان. يلا. اوكي، ينفعش اخد ده؟ لا ينفع، بس لازم استخدم اسلحة خفيف. ماشي. يلا بينا. يلا عم مكروف، الرجالة ماتوا ما عدا احنا التلاتة. هو مين بقى اللي معانا اصلا على الخط كده؟ انتولي. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ والله يعني انت كنت عارف ان انا امريكان؟ ماشي يا ولاد الذين يا روس. عادي ولا يفرق معايا. عندنا ايه تاني؟ هنكمل في روسيا برضو تقريبا. كابتن مكتافيش دوت شكله ايه يعني؟ راجل ليه ولاء يعني. اوكي، خش 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 على طول، خش على طول ولا كلام فاضي. تيك داون ريو. جيش احنا ماشيين اصلا ورا دول؟ ورا دول تمام. اوكي، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه هو؟ اعمل ايه؟ انا المفروض افضل تحت؟ احلى حاجة في اللعبة دي بقى ايه؟ ان ما بيظهر لكش الحاجات كده المعينة اللي انت لازم تعملها اصلا. ما جت داون بقى. يا لهوي، راجت قتل ازاي؟ يلا بينا. كابتن ايه؟ اسم امك ايه؟ انت مكتفش؟ انت اللي كنت معايا في روسيا؟ احنا نعيد الموضوع تاني. والله كان شبهه يا جماعة. ماشي مش مشكلة. اوكي، كل البرازيليانز شبه بعض اصلا. لازم نكابتشر هيم الايف اصلا. وحش اوي الموضوع ده.
ماشي، ما هو you need him alive. I made it. احنا يعني كهرباء ولا ايه؟ حاضر يا عم، يعني احنا واخدين بالنا من السيفيلينز. في get hurt. يا لهوي، انا بيضربوني بإيه؟ في سنايبر تقريبا. هول يلا بينا. Lot of civilians. ما أنا مش عارف بقى hold my fire امتى. ديش ايه، ما انا هشوت سيفيليان يعني، كده كده هشوت سيفيليان. الموضوع صعب جدا بصراحة. It's complicated man. على الهادي بقى، على الهادي خالص. تمام. ليه هوي
ليه بقى الرعب؟ انا فين الرجالة اصلا كده بالصلاة على النبي بقى؟ يا لهوي يا جدعان، تاني ما كانش المفروض ان انا اطول قوي كده صح؟ يلا بقى على الهادي كده. ايزي ماي. داي really I have to do this on my own داي. كلاب كلاب برضو. الأسلحة بس اللي هتخلص منه. اه هو نفس السلاح. حلو ده. طب اروح فين يعني؟ جدعان ما انتوا بتلعبوا كورة يا جدعان وكويسين في الكورة، انتوا ايه اللي خلاكوا تعملوا كده؟ اللي انا عمال بعمله دوت، انا عمال اقتل مشروع لعيب كورة.
طب ما تاخدوني اسير يا جماعة، ايه رأيكم؟ هننفع اسير حلو اوي. نايس. لازم اكابتشر اللي فوق ده. يا توز ميراكل. يلا يلا كمل كمل، لسه الطريق طويل اصلا. يلا هما دول كلهم بيموتوا عشان ده. موت يا ابن انت. هو يا ابن طب انا أخيرا أخيرا يا جماعة. أنت اللي عامل ده كله. ده أنا اتنفخت. خلصنا فريو. San Bravo, we're reading 70 bogeys in your sector. Please verify. Wait there. Funny station. That's a big negative, over. Yeah, might be a glitch in one of the ACS modules. San Bravo, be advised, running diagnostics to scan for malfunction. The skies are clear, station. You've got yourself some phantom dots. Over. Zulu X-ray 6, signs in your sector of some 100 bogeys, please advise. Negatory station, scope is clear. I don't know what to tell you. Solar interference, heavy sunspot activity today. طيب. مشكلة هنا ان ال طيب دي قصة تانية. انا بتواجهني بقى مشكلة هنا دلوقتي ان الستوري اصلا مش واضحة، الستوري لاين مش واضحة خالص خالص يعني. فانت تحس ان انت، هو انا فين بالظبط؟ انا بعمل ايه؟ الخطوط دي كلها هتتربط مع بعض ازاي؟ مش عارف. فدي بس المشكله الوحيده اللي بتواجهني في اللعبه لحد دلوقتي. انما كجرافيكس وكشغل زي كده ماشي، الدنيا زي الفل وماشي عادي يعني. المهم ان الحلقه بتاعتنا خلصت، هنلعب بقى المهمه الجديده دي في الحلقه الجايه. فاكيد طبعا اكمل لايك مشترك في القناه وفعل التنبيهات عشان تجري الحلقه الجايه والبول، وخلينا ندوس في الحلقه الجايه. يلا سلام.